ايضا الثاني للقعدان للانتاج الشخصي، وها هي ايضا تنقضي ايضا اشواط الانتاج الشخصي. ايضا ها هي اندفاعت هذا الشوط، تتابعونها امامكم هنا مع هذه الانطلاقه وانطلاقه هذا الشوط مع هذه الاسماء والمراكز الاولى المتقدمه في هذا الشوط. نتابع هناك ايضا المراكز الاولى وها هي الاندفاعه هناك مع هذا الانطلاق والمركز الاول. المركز الاول هناك هداد لحمد بن صالح بن قمره المري على المركز الاول، بينما النقل على المركز الثاني. المركز الثاني واندفاعه المركز الثاني هناك ايضا الريان لسالم بن ناصر ال حفيظ، والمركز الثالث شاهين لحمد بن محمد بن جهويل المري، والمركز الرابع هناك من تسلل من الجانب الايمن ايضا لم يتضح رقمه حتى هذه اللحظات. المركز الخامس هناك سيد لحمد بن صالح بن قمره المري، والدخول هنا من الجانب الايسر في الراع لعبد الله بن صالح الرومي على المركز الخامس الان. اذا ها هي النتيجه للخمس المراكز الاولى، ونعود الى شعار بن قمره، شعار صالح بن حمد بن قمره وحمد بن صالح بن قمره مع هداد، هداد اللي على المركز الاول ومع ال 1200 متر الاخيره، ولكن نرى المركز الاول شاهين ايضا هناك مع المنافسه، وايضا هداد، هداد اللي على المقدمه، ولكن شاهين لحمد بن محمد بن جهويل المري على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث فراع عبد الله بن صالح الرومي، والمركز الرابع اللي تسلل بدوره الان هناك زاهي فهد بن جر الله المكسور، والمركز الرابع الله ارصدونا اللي تسلل، اللي تسلل مع وسط الميدان وغير من مركز الى مركز الى مقدمه الشوط والى الصداره هناك الباسل ناصر بن سالم اللنقح، غير على مقدمه الشوط وفي طريقه الى المقدمه. الله باللنقح مع هذه الانطلاقه 800 متر عن النهايه. المتحد سالم، المتحد ايضا سالم بن مبارك الضعيف على المركز الاول وعلى المقدمه وعلى صداره هذا الشوط. يا سلام مع هذه الانطلاقه والمقدمه على صداره هذا الشوط، بينما النقل على المركز الثاني شاهين لحمد بن محمد بن جهويل المري، وايضا 600 متر عن النهايه، 600 متر عن النهايه، ولكن هناك شاهين، شاهين لحمد بن محمد بن جهويل المري على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط وعلى الصداره، ولكن الله يا ابن الضعيف، ابن الضعيف ايضا هنا مع اللي غير، اللي غير المتحد اللي ايضا حمد بن مبارك الضعيف هنا او سالم بن مبارك الضعيف المري. يا سلام يا سلام المنافسه مع ايضا ال 300 متر الاخيره، 300 متر عن النهايه، 300 متر هناك مع ابو الضعيف، ولكن شاهين لحمد بن محمد بن جهويل على المركز الثاني وعليه خطوره ايضا هناك المتحد. يا سلام يا سلام يا سلام يا شاهين، شاهين 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 غير، غير شاهين لحمد بن محمد بن جهويل المري. يا سلام يا سلام مع هذه اللحظات الختامية والمئة متر الأخيرة، المئة متر الأخيرة، الله مع هذا التنافس، التنافس أمام خط النهاية وانتوع الصدارة، الناموس ما بين اثنين، ولكن هناك الدخول مع شاهين لحمد بن محمد بن جهويل المري ثانينا، والناموس المركز الثاني لابن الضعيف، المركز الثالث زاهي لفهد بن جرال المكسور، المركز الرابع لصالح بن قمره، المركز الخامس لابن حفيظ. هاي النتيجة للخمس المراكز الأولى. التوقيت الزمني ساعة الوصول 3:03، 32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن جهويل المري على هذا الفوز ساعة الوصول إلى خط النهاية.